الجانب الجزائري في هذا الخصوص. معنا عبر الهاتف زميلة صحفي بجريدة الشروق الجزائرية محمد مسلم. أستاذ محمد مرحبا بك على إذاعة الحياة فين في القيروان. مرحبا بك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. معايا في البلاتو سي حمادي البقلوتي ناشط في المجتمع المدني ومتابع للشأن العام. مرحبا سي محمد. مرحبا بك سي محمد. تابعنا تصريحات ملك المغرب إلى الرئاسة الجزائرية بإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين. في البداية كيفاش تقبلوا الجزائريين هذه الدعوة، وهل هناك رد رسمي إلى حد الآن بخصوص هذه الدعوة؟ على كل مرحبا، مرحبا بكم وبجميع المستمعين في الشقيقة تونس. طبعا بخصوص الإجابة على السؤال، ليس هناك رد فعل رسمي من طرف السلطة الجزائرية على خطاب الملك المغربي. هنا في الجزائر ينظرون إلى، سواء رسميين أو شعبيين، ينظرون إلى الخطاب المغربي على أنه لا حدث، ليس هناك جديد في الخطاب المغربي العائل المغربي. هناك نفس الكلمة تتكرر، نفس المناورة تتكرر عندما يدعو إلى إعادة العلاقات أو إلى تحسينها. فهناك قنوات أخرى يجب أن تتم عبرها مثل هذه الدعوات. هناك قنوات دبلوماسية، هناك قنوات أخرى. هو يريد أن يستثمر في البعد الإعلامي لإظهار أن المملكة المغربية هي ضحية لممارسات جزائرية خارج الأعراف الدولية. لكن أعتقد أنه الموقف الجزائري ثابت وصامد، لا يتزحزح قيد أن ملا، وهي لا عودة للعلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، لأن الأسباب التي أدت إلى القطع لا تزال قائمة، والمملكة المغربية لم تقم بأي شيء يساعد على عودة العلاقات. هي تطور علاقاتها مع الكيان الصهيوني، تبرم اتفاقيات أمنية وعسكرية في مشهد استفزازي للجزائر، لأنه لا يمكن أن تقوم المملكة الدولة الكيان الصهيوني بأي شيء تجاه الجزائر. فقط ما تقوم بالمغرب هو استفزاز للجزائر، والجزائر تنظر إلى تلك الممارسات على أنها استفزاز. وبالتالي فخطاب العائل المغربي لم يغير في واقع الأمر شيئا. طيب، ما هي شروط الجزائر أو ماذا تطلب من ضمانات من المغرب للتجاوب إيجابيا مع هذه الدعوة؟ طبعا الشروط يعني تردت على لسان اكثر من مسؤول، لكن هناك شروط ثابته ومنذ منذ 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 القدم. هي لابد على المغرب ان تعتذر عما ارتكبته من استفزازات ومن ممارسه تجاه الجزائر. طبعا انا الان اتحدث عن اصل المشكله، يعني الذي اصل المشكله الراهنه، لان هناك مشكله كبيره بين المدينه ومشكله الصحراء، لكن هناك مشكله يعني ترتبت على الأزمة الحالية في منتصف التسعينيات، وهي فرض التأشيرة على الجزائريين وطردهم من المملكة المغربية لأسباب واهية بتهمة جرائم إرهاب لم تثبت على الجزائريين. وبالتالي فهذا شرط قديم أن الجزائر لتطبيع علاقاتها مع المغرب ولا بد من اعتذار المغربي عن تلك الممارسات. بعد ذلك تأتي التطورات الأخيرة التي تعود إلى السنة الفارطة، عندما قام ممثل المملكة المغربية بالأمم المتحدة الدبلوماسي عمر هلال بالدعوة لانفصال منطقة القبائل وتدعيم حركة مسمات في الجزائر، مكيفة في الجزائر عنها إرهابية، وهي منظمة الماك الإرهابية. هذه هي القشة التي قسمت ظهر العلاقات الجزائرية المغربية. بالإضافة إلى ذلك جاء التطبيع المغربي الصهيوني، هو التطبيع موجود منذ القدم تحت الطاولة، ولكن الآن صار فوق الطاولة وصار جهارا نهارا، وبات يعني شيء مقزز أن يأتي صهيوني إلى المملكة المغربية ويتطاول على الجزائر بحضور وزير الخارجية المغربي. طبعا هذا أمر لم يحدث في أي دولة عربية، أن يتهجم مسؤول صهيوني على دولة عربية شقيقة وجارة. وبالتالي أعتقد أنه القطيعة الآن صارت حقيقة واقعة، وأعتقد أنه المغرب الآن صار رهينا بيد الكيان الصهيوني. هو الآن يسير من طرف الكيان الصهيوني، من طرف دواليبه في القصر، هناك مستشار صهيوني في القصر، هناك الآن الأجهزة الأمنية هي التي تسير دفة القصر. هناك حديث عن احتمال انقلاب أو احتمال سقوط نظام العرش. الآن من يحمل العرش من السقوط هي الأنظمة الصهيونية،
وبالتالي فأعتقد أنه العودة العلاقات الجزائرية إلى المغربية إلى سابق عادية أمر غير وارد في الوقت الراهن، ما دام الأسباب التي أدت إلى هذه القطيعة لا تزال قائمة ولم يبادر النظام المغربي بخطوة تدل على وجود نية صادقة لديه في إعادة العلاقات الدبلوماسية. ما يقوم به المغرب هي مجرد مناورات ذات بعد إعلامي يريد من ورائها تحقيق أهداف سياسية دبلوماسية وإعلامية، لكن أعتقد أن مثل هذه الممارسات باتت من الماضي ولن يكون لها. ما هي مصلحة المغرب أستاذ محمد من عودة أو الترويج لعودة العلاقات مع الجزائر؟ طبعا واضح هو يريد أن يكسب يعني مكاسب دبلوماسية من خلال هذه التصريحات، وهو أن النظام المغربي هو نظام مسالم ونظام يدعو إلى يعني يحافظ على العلاقات مع الدول، لكن ممارساته تدل غير ذلك يعني. فأعتقد أنه ما قامت به الجزائر هو رد فعل وليس فعل، وبالتالي فهذه المناورات لن تنطلي على أحد، وهو فقط يريد إظهاره أنه ضحية ممارسات الجزائر الجارة التي الجارة الكبيرة بالنسبة إليه، ويريد أن يصور نفسه على أنه ضحية لمناورات جارة أكبر منه، لكن أعتقد أنه هي مناورات بائسة ويائسة ولا تغير في واقع الأمر شيئا. واضح سي محمد. في إطار المناورات تراش أنه التجاهل التام من الجزائر لهذا الموضوع واعتبار الخطاب أنه للتسويق الداخلي هو نتيجة ضغط الشارع المغربي اليوم على الإجراءات اللي عملها المليك، خاصة في التعاون مع إسرائيل ووزير الخارجية ووزير الدفاع والعمالة المغربية تذهب إلى إسرائيل وغيره، فهو حبيب يغير الرأي العام نحو موضوع آخر يخليه في شوية راحة في الفترة الجاية. نعم اتفق معك تمام، لانه مثل هذه المناورات هي محاولة لتوجيه انظار الرأي العام المغربي الى الجار الجزائر، او بالضبط تصدير مشاكله الداخلية الى الخارج، واعتقد انه الشعب المغربي لن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات، لانه بات بفضل التطور التكنولوجي والرقمي الاعلامي بات يطلع على كل صغيرة وكبيرة ما يدور في القصر وما يدور خارجه، واعتقد انه الان هناك قناعة على الرأي العام المغربي ان نظام المخزن بات يسير من طرف الابيب وليس من الرباط، والدليل على ذلك هذه الزيارات المتكررة للمسؤولين الصهاينة، وهناك معلومات من داخل الدواليب، يعني هناك اطراف في المغرب في السلطة المغربية رافضة لما يجري لكنها تنتظر الفرصة المناسبة للتحرك، وهي على علم أنه الكيان الصهيوني هو من يصنع السياسة الخارجية حاليا للمغرب، وهو من يدير المناورات تجاه دول الجوار وخاصة ضد الجزائر، لكن هذه المناورات لن تنطلع على الشعب المغربي، وهو بات على دراية تمام بأنه النظام المغربي الآن خاصة منذ إقدامه على تطبيع علاقاته فوق الطاولة مع الكيان الصهيوني بات في عزلة شعبية تامة، هناك رأي عام مغربي رافض لكنه ينتظر الفرصة المناسبة لينقض على المخزن، واعتقد أنه الآن هناك مخاوف ليس فقط في إسرائيل، هناك مخاوف في الدول الغربية عموما، لأنه النظام المغربي هو نظام يعني هو نظام مدعوم من طرف القوى الغربية، وهو خنجر في خصر الأمة في خصر الأمة العربية وخاصة في المغرب العربي في الجهة الغربية للمغرب العربي. الغرب الآن يدافع عن النظام المغربي لأنه لو سقط النظام المغربي ستسقط الامتيازات الغربية في المنطقة العربية، وأعتقد أنه هناك قناعة الآن تترسخ لدى الغرب بأن النظام المغربي بات عبئا ثقيلا على أنصاره في الغرب، وأعتقد أنه التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية قد كشف الكثير من الأقنعة القبيحة للنظام المغربي، وهذا أعتقد أنه سيكون له أثر كبير على موقف الغرب وخاصة الولايات المتحدة من النظام المغربي الذي فقط الأسبوع المنصرم طلب نقل أو شرع في نقل مناورات الإفريقي من المغرب باتجاه دولة إفريقية أخرى، قناعة منه أن الدعم الغربي للنظام المغربي قد جعله نظاما مارقا لا يعيره اهتمام لحقوق الإنسان ولا
المجموعة المنظومة الدولية، لأن هناك لدى الأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية، وتعلمون أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة قبل بداية الشهر هذا قد زار المغرب على أساس أن يزور الأراضي الصحراء المحتلة ليعد التقرير. التقرير، لكن النظام المغربي تصرف معه بصلف ومنعه من زيارة الأراضي الصحراء المحتلة إلا إذا وافق على الاستماع لأبواق مغربية راضية بالاحتلال المغربي للصحراء. وأعتقد أن الغرب الآن والقوى التي تعمل الغرب الآن باتت تنظر إلى النظام المغربي على أنه بات عبئا ثقيلا عليها. أستاذ محمد، بخصوص قطع العلاقات مع المغرب بين المغرب والجزائر، ألا يقلق ذلك الجزائر؟ ألا يرهق الجزائر كدولة جارة الحدود معناها مقطوعة والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة وعدة إشكاليات يعني قائمة بين الدولتين؟ وهل هناك بديل للجزائر لتعويض ربما الخسائر التي قد تنجم على قطع العلاقات مع المغرب؟ شوف يعني بكل واقعيه يعني لا، الجزائر لم تستفيد من المغرب في شيء، يعني المغرب هو الذي كان يستفيد من الجزائر سواء في السياح سواء في نقل الغاز عن طريق الاراضي المغربيه عن الانبوب المتوقف باتجاه اسبانيا. فالان المتضرر من قطع العلاقات الدبلوماسيه هو المغرب بالدرجه الاولى، كان يحصل على ما يناهز مليار متر مكعب من الغاز سنويا مجانا عبر الانبوب المغربي الاوروبي المتوقف، كان يحصل على اموال مقابل مرور يقدرها البعض حتى بحوالي 500 مليون دولار سنويا مقابل مرور الغاز الجزائري. الان المغرب هو في ورطه كبيره بعد العقوبات الجزائريه، خاصه قطع انبوب الغاز. لاحظ انه كان يحصل على الغاز مجانا من طرف الجزائر كما على اموال، الان يشتري الغاز باسعار يعني بسبعة أضعاف ما الأسعار. الآن كان يحصل على الأسعار من الغاز من الجزائر مجانا، لكن الآن يشريها سبع مرات أكثر من سعرها الموجود في السوق، لأنه يشريها يشتري الغاز غاز مسال ثم يعيده إلى حالته الطبيعية في إسبانيا، ثم بعد ذلك ينقله عبر الأنبوب المغاربي في اتجاه عكسي. هناك أزمة كبيرة داخل النظام المغربي بسبب العقوبات الجزائرية، وقد تتفاجأ إذا قلت لكم أن 70% من الكهرباء الذي كان ينتج عن طريق الغاز المصدر لإسبانيا عن طريق المغرب، يعني لأن المغرب كان يستفيد منه، لم يعد إلى يعني إلى تشغيل هذه الكهرباء إلا بعد عودة الغاز بعد استيراد الغاز من طرف إسبانيا، يعني من طرف الولايات المتحدة عبر إسبانيا. فالآن هو في أزمة كبيرة، وأعتقد أنه هو يريد أن يحرج الجزائر أمام الرأي العام الدولي من أجل إعادة العلاقات على أمل أن تعود الامتيازات التي كان يحصل عليها. لكن هنا في الجزائر هناك قناعة رسمية وشعبية بأنه لا عودة لا رجعة للوراء، لأنه النظام المغربي الآن صار خنجر متكسر الأمة ولا يمكن التسامح معه من الآن فصاعدا إطلاقا. واضح الأستاذ الزميل الصحفي بجريدة الشروق الجزائرية محمد مسلم، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. طبعا نظرا لضيق الوقت الحديث ما زال مطولا وشيقا بخصوص العلاقات المغاربية.